بسم الله الرحمن الرحيم. شوطنا مشاهدينا الكرام اللي تعلن انطلاقته هو ثامن اشواط صباحي هذا اليوم، ويعتبر السات للصعوبة القعدان خاتم اشواط مسافة 1500 متر وتتبقى مسافة 1200 متر. نتمنى التوفيق للجميع بإذن الله تعالى، ونتابع اللي قاد المسيرة وخذ المركز الأول وسيطر إلى مقدمة هذا الشوط منذ بدايته لسعيد بن محمد بن قعرور العامري اللي هو شاهين تصدر القيادة. المركز الثاني مشاهدينا الكرام شاهين منصور بن محمد بن عنودة. المركز الثالث محمد بن مبارك بن عليدي العامري هو اسمه شاهين. الله 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 يا هالوصول من شعار ابو جابر عوض بن مهدي الحبابي. بدأ بالهجوم أب شاهين اللي بدأ بالتحرك، بدأ بالانطلاق والانفراد إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة الشوط. بن قعرور لازال، بن قعرور هو المسيطر السيطرة التامة، بيسجل الحضور الثاني في صباح هذا اليوم. سعيد بن محمد بن قعرور ينطلق إلى المركز الأول وبدون أوامر، بدون تعليمات. بن جابر عوض بن مهدي الأحبابي يرفع راية الخطورة. بن عنودة محمد بن مبارك بن عنيدي، يا سلام إلى المركز الثالث، بدأت التحركات، بدأت القوة والإثارة. منصور بن عنودة على المركز الرابع، حركوهن بخوي شمع، حركوهن، أصدروا الأوامر. بن قعرور بن عنيدي من بيسجل الحضور الثاني في صباح هذا اليوم. الله يا بن قعرور، بن قعرور يسجل الحضور وللمرة الثانية. سعيد بن محمد بن قعرور العامري ينتزع المركز الأول انتزاعا مشرفا وبانفراد تام. لحظات وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس والانتصار الثاني. محمد بن مبارك قدم كل ما فيه الكفاية. محمد بن مبارك بن عنيدي المركز الثالث، منصور بن محمد بن عنودة. أما التوقيت يا أبو عمران دقيقتين، الله الله، التوقيت الأفضل دقيقتين و17 ثانية نفس التوقيت. بن معنس لكن في المشتركات، وهذا في الصعوب سجل هذا التوقيت. تهانينا والناموس.